أنا تفاجأت على خطر إذا نرجع لكلام الخبراء متاع الاقتصاد على مدى أسبوع أو أسبوعين معناها تم صيحة فزعة بالنسبة للاقتصاد التونسي. تفاجأت أنه البارح بسط الأمور شوية، معناها ما حسيناش اللي أعطى أمل كبير، لكن أنا واحد من الناس ما خرجش باستنتاج صحيح. علاش؟ إذا كان ننظر للتقييم اللي يعملوه الخبراء، تقييم مهول. وإذا كان نشوف كلامه هو على مدى المئة يوم اللي تعداه، وهو كما لو كان يرمي في المسؤولية على الحكومة السابقة. فهمت؟ حسيت كأنه الصعوبات، معناها عملنا وصف دقيق للصعوبات الموجودة من غير ما حددنا وين المسؤوليات نتاعو تبدأ وقتاش تشوفها. تلميحات أنه يطالب في الاتحاد بهدنة اجتماعية من غير ما يتجرأ أنه يطلبها. فهمتي؟ تلميحات أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي هش إلى أبعد الحدود. يعني المواطن ما خرج باستنتاج كبير البارح، ما لقاش تطمينات من الوزير الأول، ما عملش محطات وأهداف واضحة اللي يمكن للمواطن أنه يتابع عمل الحكومة ويشعر أنه ماشي في الطريق الصحيح. إذا كان ما لقاش لغة تفاهم واضحة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف، ما نتصورش أنه مش يمشي بعيد ياسر. لأنه معناها ثم أمور تتجاوزوا. هو الشعب التونسي يدرك حقيقة وجود صعوبات، يعني صعوبات اقتصادية وصعوبات وقت حكومات متتالية تقترض بخلاص الأجور، يعني هناك أزمة اقتصادية. هذه ما يمكن حتى حد بقينا، هل عندهم حلول أخرى نجم تخرجنا من المأزق هذا ولا لا، ومن الصعوبات هذه ولا لا؟ هذا رهين الأيام المقبلة. الشعب التونسي عليه أن يدرك وأن الخروج من الوضعية هذه الصعبة راهو ماهوش بيد الحكومة فحسب، يعني بيد مكونات المجتمع المدني وبيد الشعب بيده. الشعب راهو جزء، يعني الحكومة شنو؟ الحكومة تحكم في الشعب، والشعب جزء من الحل. يعني إذا كان الناس تمشي وتسهر وتمشي للعمل وتتضافر ساعات العمل ويتضافر الانتاج، وقتها رانا نجم نخرج من المأزق. انما هذيك مش نمشي نستهدف الاضرابات حتى وين كانت مشروعه، لانه فاقد الشيء لا يعطيه. نجم تكون انت طلباتك مشروعه، لكن حاليا ما تنجمش توفر، معناها ما تكونش ما تعطيش، ما تخرجناش من الازمه، بل تزيد تثقلنا وتزيد تغرقنا وتزيد تحطنا في الأزمة وتزيد الضعف من الأزمة. حكومة مهدي جمعة جات حكومة نتيجة صعوبات ونتيجة أشياء ونتيجة الحوار الوطني، هو اللي ولد حكومة مهدي جمعة. حكومة الصيد هي حكومة انتخابات تشريعية. فرجتش على حتى شيء، وين باش نراه ميما أنا؟ خطاب حبيب سي حبيب الصيد في مش راه. انا ما عنديش حتى الحق في الحياه، انا تو ما عنديش الحق باش نعيش كاي واحد هكا. الحوايج هذوما عندهم عام فوقي، سيف معاشتي لبستهم هذوما. سمعت الخطاب اللي ثم الامن ماهوش مستدب والشعب التونسي الاقتصاد. انا بالنسبه لي انا ما ريتش حتى مسؤول ولا حتى وزير. انا نحكي لك، انا نخدم موظف في منارات، انا ما ريتش واحد واقف وقفة صحيحة لتونس. كلها بالنسبة لي أنا ما عجبني حد. ريته توا أي موظف، أي رئيس مدير عام، أي وزير، ما ريتش حتى واحد شهادة صحيح نية صحيحة ويعطي في حق التوانسة. واضح حبيب السيد البارح حكى قال الأمن ماهوش، بالعكس الأمن يزمو دعم. أنا مش ندافع، أنا نخدم في إسلام، مش يزمو دعم وندعموا الحكومة وندعموا البلاد باش تونس تتحرك. أما كي سمحني رئيس مدير عام ولا وزير ما يقومش بخدمته كيفاش، ومدير ما يقومش بخدمته، ساعة تلقى مدير سابوتاج المدير الاخر. انا عايش فيها تو سابوتاج المدير الاخر باش هو يحب يطلع. كيفاش تونس تحب تتقدم؟ اي بلاصه وكانت راي في ميناء رادس، في تينيسير، في الشيمينو، في ستيك، في كل راني نعرفهم كله. انا بسيبتي خالط ببرشا شعب. كيفاش تحب تقدم تونس؟ ما تقدمش راه، اذا كان ما قدمش بها انا كمواطن وانت وسيد والاخر والاخر والاخر، باش نقدموا بها كيفاش؟ خجيك انسان ما يبقاش يخدم في خدمته بكليتها باش تقدمها؟ انسان مش قاعد يخدم تحب تقدم، ويش باش تقدم تونس؟
الادارات كل تجي على 10 9 ما تجي حتى واحد في اداره. وين رئيس مدير عام؟ وين الوزير يزم يعمل كفاءات ويزموش يخاف؟ شنو يخاف راي مدير تلقاه مدير صغير ما نعرف بسيط تلقاه خايف يخاف من الخدام ولا من الخدامه ماشي يدوروا عليه باش يعمل شعبيه تقول هذه خدمه كيفاش باش تقدم تونس؟ راي اي اداره راي نشوف فيها الادارات كلها دورتها الادارات كلها نشوف فيهم اي رئيس مدير عام واش قايم بالواجب اي وزير ما هوش قايم بالواجب فاش حاب تقدم تونس؟ يزم رئيس مدير عام ينزل من الكبير للصغير باش تونس تقدم الوزير يعمل كنترول رئيس مدير عام يعمل كنترول وقتها تونس تقدم اما مش فلان خايف على بلاصته وفلان الاخر خايف على بلاصته باش يحب يشد بلاصته كيفاش تجي هذه باش تقدموا باش بالنسبه لي انا نشوف فيها تونس مؤخرا تاني مش قدام الخطاب تاع رئيس الحكومه البارح بالنسبه للمشاكل معروفه بالنسبه للارقام معروفه بالنسبه للصناديق الفالسه والشركات العموميه الفالسه وكل معروفه الوضع الامني اللي نشوف فيه قدامنا تحسن نوعا ما ما نقولوش لا اما الحلول نتاع الاشياء هذه نتاع المشاكل اللي عندنا هذه الصناديق وغيرها 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 الحلول نتاعها ما ثماش حلول انا يحكي لي على خط اخضر وخط اصفر وخط ابيض وباش نعملوا ترى شنو ما فهمتش الموضوع هو عندنا مناطق داخليه مهمشه ناقصين طريق ناقصين ضوء ناقصين ماء مدرسة طايحة سبيطارات منعدمة هذه الحالات الاجتماعية اللي حقها من الأول نعطيه فيها الاستثمارات ونقوموا بالعملية بتاع الجهات ثم اثنين هو خلق ما يسمى بالثروة خلق الثروة أنا كنت نستنى باش يحل يقول يا أخويا عندنا برنامج بتاع غرس مليون زيتونة ومليون نخلة ومليون كذا وباش نحلوا منطقة في الجنوب وباش نحطوا منطقة في الغرب ونحطوا منطقة فهمت معناها عملية بتاع التنموية أصلا التونسي يزيه من عدم العمل يزي من البخل يزي من الناس اللي قاعدة تراقدة راهي بالنسبة لنا احنا الثورة هذه ثورة هي موجودة في العقول موجودة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ احنا شي يلزمنا نعمل كشعب يزينا من الكلام الفارغ ويزينا من الحكاية الفارغة كل ما فيه هو انه برنامج تنموي يكون على الصحه على التعليم وعلى التكوين المهني اللي ناقص توا التكوين المهني ناس مش قاعده عندها صنعه ناس كلها بشهيدها شهيد عليا اللي مش قادمهم الفلاحه منسيه السياحه كيف ايش يقول لك انا بالله مانيش عارف شنو هو البرنامج بالضبط اللي مسطر البرنامج بتاع الحزب الحاكم شيء وكلام رئيس الحكومه شيء والناس داخلة في حيط وكهو خطاب قالوا بالنسبة لمخاطبة الشعب التونسي ما كل ما هوش لا باش يهدي لا باش يطلع الفوق لا باش يطلع لوطا معناتها كيما خلاها كيما قال كيما ما قالش معناتها ما عنده ما عمل ما عنده لا باش يطلع لا باش يهبط على خاطر اون توكا باللي باش تحكي ما تنجمش تبدل اللهم صل على النبي 12 مليون تونسي كيفاش تعمل فيهم خطاب ابارامون مليون باش يسمعك ما عندهاش مليون باش يتابع الكلام اللي قلته مش باش يصدق اصلا الكلام اللي تقول فيه حتى الناس كلها تصدق الحكومه لا حتى شيء بيرسونيلمون ما نصدقش اخويا يعطيني في نفسي وفي روحي هذاك هو اخويا من قد اموري وكهو ابارامون الحكومه والله يا اختي ما فماش حتى واحد صادق في الدنيا هذه راه كلهم كذابين وكلهم منافقين وكلهم يجريوا على الكراسي والكرسي لله ونعم بالله فهمت؟ أول حاجة يا ريت جرام صدق الدنيا تمشي هكا والنية الطيبة، أما كلهم مغششين وكذابين وخداعين وربي إن شاء الله يصفيها. ليه ما تفرجتش؟ خلينا حايرين، ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش يفرح حتى شيء، لا القراية تشوفها مش امتحانات، لا معناها المعيشة عمل تغلى، نرقد نقوم ونقعد السور. حتى شيء فرح في تونس، تونس ماشي في هاوية، مانيش عارفين شنو الحل، تو ما لقيناش حل. وينو الرئيس الجديد؟ وينو؟ وين الحكومة الجديدة؟ ويني؟ ما شفناش حتى شيء جديد، ما شفنا حتى شيء جديد، احنا قاعدين نتأخروا مانيش نتقدموا رانا في تونس، قاعدين بالتوالي، مانيش أبرك عليا ولايكا كان كنا أبرك، كنا خير من هكا، كنا أبرك شيء أبرك من شيء. عاد بورقيبة عاد زين ولكن كنا أبرك. ليش عنا فيه الزين كان نفع روحه ونفعنا يسرق سرق يمكن سرق الناس اللي عندها ما سرقش الزويولة الزين ما سرقش الزويولة
ما عمره ما زادنا في المعيشه لا زادنا في شيء، ما زادناش بالكل، ما مش كما توا. مش نورمال راه تقعد تقول تلقى السوم راه قاعدين يعني يسوقوا الانتقال ديمقراطي موهوم. معناها وشفنا حكومه مهدي جمعه قبل حكومه مهدي، قبل حكومه الصيد ماذا فعلت حكومه مهدي جمعه في الحقيقه؟ في حقيقه الامر رهنت البلاد، باعت البلاد في مزاد علني. ونذكركم بالكونفرنس اللي صارت في سبتمبر اللي فات بعنوان استثمر في تونس الديمقراطيه ناشئه، انفستير اون تونيزي ستارت اب ديموكراسي، وكيف تم بيع ما تبقى من البلاد من ثروات نفط وغاز، كملوا باعوا الطاقه البديله، وجاءوا استثمروا مستثمرين باسم الاستثمار، زادوا كملوا استثمروا في الطاقة البديلة. يقولوا تونس ما فيهاش ثروات وما فيهاش غاز وما فيهاش بترول، ماذا تصنع ما يفوق 60 شركة للتنقيب على البترول، 60 انتربريز دو فوغاج، بريش غاز، بريش بتروليوم، بيتروفاك، وان في كان عاملينهم في ببليسيتي ناقصين هم، وان في اني توتال اللي جا منها مهدي جمعة، فواياجور متاع سليم شيبو اللي اصبحت على ملك خو الرئيس صلاح الدين قايد السبسي، فواياجور راس مالها 1000 دينار، شركه للتنقيب على البترول. يقولون تونس ما فيهاش بترول، فوراج، الفوراج التنقيب هذيا سبيسياليتي في اللينيت، توا قاعدين المهندسين قاعدين يضربوا عليها بالبوني، الفوراج حابين ينحوها باش ما يخليكش تفكر انت كمهندس تفكر في التنقيب، ما تفكرش في التنقيب وما تفكرش في التصنيع. منين باش توجد لي تنميه وانت ما تفكرش في طاقاتك وما تفكرش في ثرواتك وما تفكرش في التصنيع، ما تفكرش في الفلاحه؟ بالاساس دوله فلاحيه ولينا نستوردوا في البصل. هلا انا شخصيا لم استمع الى هذا الخطاب، ومهما يكون الوصفه الذي يريد ان يقدمها اي وزير اول، يجب ان تجد فريق عمل انا وهو المواطن، المواطن وعلاقته بالاضرابات وعلاقته بالعمل. في بداية الثورة السياسيين، قدماء السياسيين أمثال أحمد نجيب الشابي وحمد الهمامي وكثيرا منهم، جاءوا إلى المعتصمين في القصبة وطلبوا منهم بالمنادات بحل أمن الدولة. تم حل أمن الدولة وصارت أزمة فرحات الراجحي، وفي الآخر اكتشفنا نفس السياسيين هؤلاء يقولون بعد حل الأمن السياسي كثر الإرهاب. إذا اعتبرنا وأن السيد الحبيب الصيد الحل عنده، ماذا سوف نفعل في السياسيين هؤلاء الذين هم كانوا من زمن بورقيبة ينظرون علينا على أساس وأنه عندهم الرأي السديد والرأي الرشيد؟ وحينما استمعنا إليهم وتم حل أمن الدولة اكتشفنا وأن الإرهاب دخل. هل كانوا يفكرون بعقلية بيعوا قطكم واشروا به شحمة؟ إذن كيف يكون الإصلاح وهؤلاء السياسيين ما زالوا سقيهم في الركاب وبإمكانهم عندهم مقود الشارع التونسي؟ الآن أصبح كل شيء مكشوف. السيد العباسي يتسكع مع سفير أمريكي، ولماذا أذكر هذه الواقعة وكلهم في الواقع؟ لأن فرق الثقافة ما بين العباسي والسفير فرق شاسع، وهناك خلوة ما بين السفير وبين الشخص، هنا تكون الإملاءات. يجب على الآن دولتنا أن تبحث هل يوجد علاقة بين الإضراب والإرهاب.